Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Sevgili dostlar. Videomu ister izleyin, ister izlemeyin. Sizin bilecek olduğunuz iş. Ben Merkez Efendi'nin dediği gibi kendim okur, kendim dinlerim sevgili dostlar. Bir yerde dedikodu var mı? Gidin dinle. Evet, Zümer suresi 41. ayetten devam edeceğiz arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hakkı femen ihtedâ felinefsih ve men dalle feinnemâ yedillu aleyhâ ve mâ ente aleyhim bil vekil. Allahu yetevaffel nefse hine mevdiha vellati lem temut في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا به يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وإذا مس الإنسان ضر ذرندانا ثم إذا والله اليوم تم منا قال إنما أوتيت عليهم فلي فتنة ولكن كثرهم لا يعلمون وقال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أفلم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن شاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
فَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاغرين. أم تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ فَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينبئ الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وأبدع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأودي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأوفي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسوى الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم مزنادها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إلى أدخل أبواب جهنم عنيدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
وَعَذِبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَّا الْجَنَّةِ سُمَّرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Evet arkadaşlar, sadakallahu lazım 75. ayetin Türkçe mealini okuyacağım şimdi. Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık halk arasında hak ile hüküm icra edilip alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Sadakallahu lazım. Evet sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.